الدكتور أشرف شرقاوي وزير قطاع الأعمال العام. مساء الخير يا معالي الوزير. أهلا أستاذ. إزاي حضرتك يا أشرف بيه؟ الحمد لله بخير، أهلا بيك. صدق الكلام اللي حضرتك قلت لي عليه من أسبوعين، قول لي فكرة الاكتتاب دي هتؤثر إيجابيا على الطاقة الصناعية إزاي؟ أولا شركة الحديد والصلب كان عندها خسائر متراكمة بالملايين أدت لتآكل رأس المال وحقوق الملكية، حقوق الملكية سالبة تمام موجبة، وبالتالي الشركة لو جت تخاطب أي مورد أن يورطها خطوط إنتاج ويركبوها ويدفعوا بالأجل محدش بيرضى يتعامل مع شركة هيكلها المالي بهذا الشكل. طبيعي. لو جت تخاطب بنوك محدش يرضى. فأول خطوة في خطوات الإصلاح هي إصلاح الهيكل المالي للشركة، وكانت الشركة القابضة مدية بعض القروض لشركة الحديد والصلب، وشركة الحديد والصلب شركة مقيدة بالبورصة المصرية، ليها الحق إنها تزود رأس مالها وتطرح رأس المال لاكتتاب للمساهمين القدامى. فقمنا بهذه الإجراءات ونعرض فتح باب الاكتتاب. حقوق الاكتتاب متداولة في البورصة النهاردة، أي حد يقدر يشتري حق اكتتاب ويخش يكتتب في زيادة رأس المال إلا يستخدم جزء منها في تمويل عمليات التطوير. ثانية واحدة مع الوزير، مع الوزير، أي حد من حاملي الأسهم كمان ولا من غير حاملي الأسهم؟ من حملة الأسهم، أو لو حد من حملة الأسهم باع حق اكتتاب والحق لحد تاني الدولة في البورصة، فأي حد يقدر يخش يشتري حق الاكتتاب ويكتتب. مفتوحة يعني؟ ما هي شركة حديد والصلب مقيدة بالبورصة بالمناسبة. تمام. سنوات طويلة يعني. تمام. وبالتالي أي حد يقدر يخش ويكتتب في هذه الزيادة ويقدر يساهم في زيادة رأس المال الخاص في شركة حديد والصلب. طيب. هنستخدم جزء من الأموال، أولاً هيعدل الهيكل التمويل. تمام. يقدر يتكلم مع البنوك لو عايز تمويل، يقدر يتكلم مع الموردين لو عايز خطوط إنتاج بتمويل الموردين، وتوفر له سيولة ل تأهيل الفرن الثالث اللي إن شاء الله 31 مايو زي ما وعدني رئيس الشركة هيكون الفرن الثالث شغال، يبقى عندنا فرنين شغالين الثالث والرابع، بيزود الطاقة الإنتاجية نقدر نخاطر الثالث. هايل. طيب عندي استفسارين أنا معالي الوزير لو سمحت لي. اتفضل. شكرا جزيلا. الاستفسار الأول، هل في آلية أو ضمان لعدم استحواذ شخص أو مجموعة على النسبة الغالبة من الأسهم ولا دي مش فارقة معانا؟ هو اوريدي الشركه القابضه عندها 89% وهي تكتتب بزياده، فهي مثلا عندها 89%. تمام. يعني هي عندها 89 وهتكتتب بزياده، فهتفضل بنفس نسبتها. طيب زياده او الاكتتاب لزياده راس المال ده، لان في بعض المواقع النهارده كتبت ان ده تمهيد للبيع. لا ده زياده راس مال، ده فلوس بتخش الشركه. مش حد بيبيع، زيادة رأس المال فلوس تخش الشركة. طيب. مش حد بيبيع. تمام. احنا الشركة دي يا فندم احنا كان عندنا، لان انا حاجة مش ملم قوي بال الصوت بيقطع قوي. بقول لمعاليك الشركة هي المصانع التابعة ليها، انا عارف ان احنا الحديد والصلب عندنا ثلاث مصانع اعتقد، حلوان وشبرا وابو زعبل. لا كل دول دي بقى الشركة القابضة للصناعات المعدنية. تملك 14 شركة، والنهاردة احنا نزلنا بيان ان لأول مرة الحمد لله من 2010 لأول مرة الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الستة أشهر الماضية اللي هي من 1/7/2016 ل 31/12/2016 تحقق صافي أرباح بدلا من خسائر لأول مرة. مجموع أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أصبح صافي ربح بدلا من صافي خسائر. أنا عندي أرقام ودي نزلت النهارده البيان. تمام. يعني عندي مصر الألمونيوم كانت خسرانة في النص المماثل السنة اللي فاتت 44 مليون. النص الحالي نص العام يعني كسبانة 101 مليون من النشاط. هي. وعندها فروق أسعار عملة 650 مليون لأنها بتصدر، فعندها عملة أجنبية. فأنا بتكلم عن 101 اللي هي من النشاط بدلا من 44 مليون خسائر. طيب. فده لوحده تطور ب 140 مليون في الأرباح، غير أرباح فروع العملة دي ما بنعترفش بيها إنها يعني ربح من النشاط. ممتاز. وبالتالي فعندي أرقام كويسة، عندي شركة تحولت من خسائر إلى ربحية. 11 شركة من ال 14 اتحسنت نتائج الأعمال.
طيب ممتاز. سؤالي الاخير يا معالي الوزير متعلق بان بعد ما نزود راس المال ازاي نضمن انه ما كان يسبب الخساره لن يستمر؟ هل القصه كلها كانت نعم. ما كان يتسبب في الخساره في السنوات السابقه مش هيستمر؟ هل احنا هنا بنتكلم على مكن واليات حديثه ولا بنتكلم على اداره؟ لا لا لا، احنا بنتكلم على خطه تطوير متكامله، تطوير فني للافران اللي هي عندنا اربع افران، 1 2 3 4 1 و2 خلاص مش شغالين. ثلاثه بتعمل له خطه تاهيل، اربعه هو اللي شغال وبنصف طاقته. فاحنا بنتكلم على تطوير كامل هياخد فتره تعدى سنتين يعني، بالتعاون مع شركات مفهوم. عالميه في المجال ده. دي اول خطوه اصلاح الهيكل المالي. الحاجات اللي تركت سنوات طويله قوي دون اصلاح ودون ما بتتصلحش في يوم، ولكن المهم ان نبدا بالطريق ده. كلام مظبوط. الاصلاح الفني، اصلاح اداري، اصلاح مالي، يشتغل كله بالتوازي ان شاء الله. شكرا جزيلا معالي الوزير اشرف الشرقاوي، وزير قطاع الاعمال العام.